الليرة السورية المتهاوية تسقط في شباك الدولار الأمريكي مجددا وتنخفض 200 ليرة مقابل الدولار الواحد، وارتفاع جديد وكبير للذهب في الداخل السوري. كل ده بالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة خلال تداولات اليوم الاثنين 10 يوليو 2023 في عموم المدن والمحافظات السورية. ووفقا لنشرات مصرف سوريا المركزي، سجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة في البنوك رسميا 6532 ليرة وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا 8500 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة. وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم علشان يسجل مستويات 9600 ليرة للشراء و 9700 ليرة للبيع. وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن ال 100 دولار هتساوي 960 ألف ليرة سورية. ووفقا للمؤشرات وتحركات الدولار مقابل الليرة السورية فأقدر أقول إن الدولار بيلامس مستويات ال 10000 ليرة. فهل هنشوف الدولار بيسجل 10000 ليرة في الداخل السوري خلال الأيام اللي جاية؟ قولوا لنا في التعليقات. وكان مجلس النقد والتسليف في مصرف سوريا المركزي أصدر تعديلات جديدة فيما يخص قواعد الإخطارات المصرفية للعملاء الذين تخلفوا عن الوفاء بالتزاماتهم المالية. وألزم القرار المصارف بالاستعلام من مديريات مفوضية الحكومة لدى المصارف عن قيمة ونوعية التسهيلات الممنوحة أو المستعملة من زبون معين، وكذلك تفاصيل ومعلومات عن تلك التسهيل. وحدد القرار رسوم الاستعلام وفقا للتعديلات ب 5000 ليرة للأشخاص الطبيعيين و 15000 ليرة للاعتباريين. وكمان حدد القرار فترة صلاحية الاستعلام بثلاثة أشهر فقط من تاريخ تبليغ المصارف بها، وتلتزم المصارف بإعادة الاستعلام في حال عدم صدور الموافقات الائتمانية خلال الفترة المذكورة. وبالنسبة لأسعار الذهب فقد شهدت ارتفاع كبير قارب على 5000 ليرة خلال تعاملات اليوم الاثنين. وفي كل الأحوال نتمنى تعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري، ونتمنى تعافي جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي، فكما نؤكد نحن جميعا نسيج واحد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار فعدد من المحافظات والمدن السورية اليوم الاثنين سجل الدولار في دمشق بعد الارتفاع 9700 ليرة للبيع و 9600 ليرة للشراء، وسجل في حلب 9900 ليرة للبيع و 9800 ليرة للشراء. أما في إدلب سجل الدولار 9630 ليرة للبيع و 9580 ليرة للشراء، وفي الحسكة سجل الدولار 9650 ليرة للبيع و 9600 ليرة للشراء، وسجل الدولار في منبج 9500 ليرة للبيع و 9450 ليرة للشراء. أما في الرقة فسجل الدولار 9525 ليرة للبيع و 9475 ليرة للشراء. وفيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية اليوم الاثنين سجل اليورو 10642 ليرة للبيع و 10527 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 7309 ليرة للبيع و 7225 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 12452 ليرة للبيع و 12313 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 372 ليرة للبيع و 366 ليرة للشراء. أما الريال السعودي فسجل 2589 ليرة للبيع و 2559 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 31684 ليرة للبيع و 31332 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 2642 ليرة للبيع و 2611 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 2666 ليرة للبيع و 2636 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 13692 ليرة للبيع و 13543 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 314 ليرة للبيع
و309 ليرة للشراء. أما بالنسبة لأسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين سجل جرام الذهب عيار 24 بعد الارتفاع 597 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 524 ألف ليرة. أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 449 ألف ليرة. وسجلت أونصة الذهب 1925 دولار فاصل 30 سنت، وسجلت ليرة الذهب 4,117,000 ليرة سورية اللي بتساوي 433 دولار فاصل 44 سنت. أما أونصة الفضة فسجلت 219,383 ليرة سورية اللي بتساوي 23 دولار فاصل 9 سنت. وسجل جرام الفضة في سوريا 7054 ليرة. نكمل جولتنا للسعرات أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية اليوم الاثنين، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة وحافظ على مستواه على منصة صرافة التابعة للبنك المركزي اللبناني عند 86,200 ليرة. واستقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان عشان يسجل مستويات 91,300 ليرة للبيع و91,000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية وأسعار الذهب أمام الليرتين السورية واللبنانية اليوم الاثنين. ادعمنا بلايك، ولو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. وتابعني أنا حسين علي، هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.